أنا هنا الآن في المنطقة الخضراء التي كانت تعرف بالمنطقة الدولية عندما سيطرت عليها القوات الأمريكية عام 2003، حيث المقار الحكومية والبعثات الدبلوماسية شهدت هذه المنطقة التي تقع في قلب بغداد وتطل على نهر دجلة الكثير من الأحداث الأمنية والسياسية أبرزها. في مارس 2015 أحاطها الصدريون وهددوا بدخولها. في أبريل 2016 دخل الصدريون المنطقة واقتحموا مبنى البرلمان. في أكتوبر 2019 حاول المتظاهرون في احتجاجات تشرين الوصول إليها، لكنهم منعوا وتسبب ذلك بمقتل المئات منهم. في ديسمبر 2019 اقتحمت الفصائل المسلحة المنطقة وهاجمت السفارة الأمريكية بعد مقتل عناصر من الحشد الشعبي بغارة جوية على الحدود مع سوريا. في يوليو 2021 نجا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال بعد هجوم بطائرات مسيرة على منزله داخل المنطقة. في يوليو 2022 اقتحم الصدريون المنطقة وما زالوا يعتصمون بها، كما شهدت منذ عام 2019 هجمات مستمرة على مبنى البعثات الدبلوماسية أبرزها المسيرات التي هاجمت السفارة الأمريكية. من المنطقة الخضراء ماجد حميد، العربية.